السلام عليكم وياكم محمد، رجعت لكم حلقة جديدة من أحدث أسعار الهواتف واللي اعتبرها من أفضل الحلقات اللي راح تشوفوها. ضفت بيها أجهزة جديدة تقريبا، هسه صار فيديو الأسعار يشمل جميع الأجهزة الموجودة بالسوق. حبيت أوضح شغلة دائما يسألون عليها الشباب، إحنا ما عدنا محل، والأسعار المعروضة أمامكم أغلبها من محل قلعة بالكاظمية وبعض محلات المنصور، وأنا بهاي السلسلة مستمرة أعرض لكم تحديث الأسعار حتى قبل لا تروحون تشترون تشوفون أي جهاز مناسب لكم سعره وتأخذوه. كذلك طلبتهم من عندنا نضيف تسلسل زمني، راح تلقون بالوصف أسفل الفيديو تسلسل زمني كل شركة، يعني مثلا أسعار الآيفون تبدي بفلان دقيقة، أسعار هواوي تبدي بفلان دقيقة، وهكذا بقية الشركات. خلونا شباب نشوف دعمكم وتشجيعكم لنا، نريد تشاركون الفيديو قد ما تقدرون، نسخوا رابط الفيديو بجروباتكم على السوشيال ميديا وبكل مكان، نريد دعمكم واشتراكاتكم بالقناة حتى نستمر بتقديم المحتوى اللي ينال إعجابكم. آسف على الإطالة، أخليكم هسه ويا حلقة الأسعار، أتمنى لكم متابعة ممتعة، تحياتي للجميع.
Thank you.
Thank you.